طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. أنا أقصد بالبين دعا يوسف كان من صلاة دينتا قبل هذا قلبيتك وحن كهب لي أهل تصورنا ونقونيسا وضع هذا في الصومالية يصومالين مركي يقول ريسي مدحويني أحمد محمد محمد تيرايو أو يلو حنفور يا وضع هذا في الصومالية يصومالين وحن مدحويني كدا أفورين دولتي الشيخ شريف أفر بلوك وهرنا يا وضع هذا قال أفورين هذا ما دعوينا هذي أتقاط كيس توتر هذا وان فريعة هودين وزيرنا صوبته وزيرت وويت رأيه إنه مدي بنكران لكن ما دخل قامات كان سلطين تيجي بقرة ضدر بانكوين بري هرنا وان بلغ قال لها هرنا اللي رب ضم بوجين دي وهذا هذا كيس سومالي سومالي وده هديين وسيدي وح سومالي برا سابت هاي كترسن مامو خاص كونفريد يا وزير كأدمى بدل لوسو دري والحاجوني وي ولنكر وين وار صادر وزير كأدمى دبي تامو مدحوينا صادر تاسيب قرب بدني مرة ما أنت ما حكوت هلا يا مدحوينا وكل هاي معارض كهذي حاليا مقبلني وحي شيء يا بابا سخير وحوي ما ضحنا قميتك سرعتين تا يوم قرر ذلك هلاطمة صوبتها ذلك يجعل الحجارك كبا بري وريد وانك قال له هاي وجدت نروح وعي إلا يلاهم ولا بدو لذو ولا على أن قلنا وحين ندح يا منا إن قد حين أنك ربنا أصل الله صاف جرا ما ضحنا قميتك وانك كل صورة هاي وانك على العدة هاي إن بري وريد صوبي إلى هاي موقف الصومال لنا يرجل لهين لكن ما كان الوزير وزيره أو لوصل الدرا وزير قدما تبدأ يمدرنا مدح وينها تجي واحد لقول من وزير هي أدمى جوده ما برسابا ما كان الصومال لنا أو يكتر سنت هذا واحد لا يهي مدح نقاميات كه الله درا مدح نقاميات كنا عاية هضل كه هي مستقبل كدت كه على كتر ليه الصومال انت هذا ربيعان شابو waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa TV-ga Star aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waxaan soo dhaweynayaa wada hadalkaasi laga in laga dhigo madax dhaqameedka koonfurta iyo madax dhaqameedka Soomaaliya loo wada hadlo laba dowladood siman laakiin yaan loo arkin in loo soo diray wasiirkii arrimaha gudaha وزيرتي دي لما ما دخل دقميد وسمن حكا ودا حدان ما دخل دقميد في الصومالي انه حله موقف كينا دناها اي الدلكه اي الددكه كشقايا هل عليك سمعي انت اصلا شو كوبي لها اديات بعد ما تنتهي اد بعد السلام تنتهي ولما وحن قدر لها انت هل لقى وضع بحموضه مدح دقميتك وضح ذلك بلابية يتنية هلقا وضح بحموضة ذاتك ندقين صومال لين هكا وضح موضان إيان الفرن سيدي ما مرضي هوري وزيرة مركي تنين دين عقورة أي كرر ميت دين عقورة كان هلقا إلا ليان لين مدح دقميت ما دقا ليا دتا آدي أدبان تماسنتين وانا السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وحنا اركا كل واحد يا حاجه ونكاي كفرت وان با ان لو دايه او سياسيتي يا مداحدي لبد الدولود با ارمهن كود هاد الجري دولتي مداحدي دي يا سياسيين باكود هاد الجري ارمهن بدن سو وطي كل بمن عليه سوق الشبا ما دام أرين تاسي مركي هراء دولة يوم بضاح ذو الكو ذا هذي جرت سلادين تنوع دقن دقن كسلادين تبود ذا وحن لا هاي سلادين هان إني دقن مو بيت قانا سلادين تبود ذا سياسيين بقول جرت
مركا واحد لها هاي ما دام سياسين اي كجرتو ولا دي دقنك ارينتا واحد لها هاي هل قد ايو مدح دي هوريكا اللي سلبت الدولة دوت دقنية سياسة ودا صعودة اي واحد لها هاي وحبا سوق قلي كرا وحبا سوق قلي كرا انا واحد لها هل قد ايو سيدي هوريك دولة دوغو ده اللي سيدقان كان لقد ايام لها كل اللي يهدي سياسة سوق حكي الويدو آد يا آد با وقا طلعت كان كران وحلفنا وقران كران كقايب قل انا نيقو قوني كو اهي نواي كقالي كران ويعني مضحلي دولة يو صلاة دينتي رينا اوه صعدان والاقا قالي كران وين كم موقف أتكان كران صلاة دينتو وين كم موقف أتكان كران قد ما سنتح والله بوضح الله صلالي صلالي مركي هوري آد بلوسو دوينيني لقصو بلا وقت لندن لقو كرومي مرلبات كي واتسي وچي سي لبات أبدو لتغي شبوتي تركي مركي وريكتي حياه بضم باك بحمي عشاء او لغو هشيي سيدا ماركتي مامركي هوده يوسو سعتكي او وحياه بي لغو هشيي اي كسو افتقر وده بناعا دولد دا كثة لسا مانت مقدشو او هقان كوي هاي حسن شيخ محمود ارين تاسي وحي كوي قمتا دناعا او هقان لي حسن شيخ محمود مانتنا وحا نصيب درها اندي بلوغو سو عليو لغوه صار سياسيينتي او لا يرا ماركتي وها هو وضحت ليا مدح رقمتك لبدا جن علي اد يا اد ايا نورن كاغو خنحي وانا ارن مقام كي سي اد غوس مري وحن نولو موقتا انت اي دلك كتلنيان لبدان حكومادود او اي كلو هوغاميان حسن شيخ محمود يي مدحوين سيرانيو ان اناي واخو كسورتا غلين ان لا سغون استبدل كلي walaalada dhinacba ku yimaada mooyaane taas waa taa wallahi eetro aniga waxa weyn hadaad i weydiisay aragtideeda waxa weyn ku wajahan arrinkan muusanta maxuu ahaa in dib maartay xaggan turkiga lagu qabanayo in horta kalmadaasi waxa weyn xalay toorag odayaasha saldiinta qaar ku soo dhawaaqaysay aniga ima qarnayn muusanta waayo waxa weyn waxa Soomaali wax ku maamada waxa weyn geeljiray geeyisa uu jirtaa hadana uu kala jirtaa waxa weyn markay ay xaaladdu ay taagan tahay siyaasad markay taagan tahay waa qurux badan in musuunta cidda ay khuseysay ee siyaasiyiintu in loo daayo talabaad waxaan meeshan ka soo baxday oo ka soo muuqata waxa uu xisbigan kulmiyay ee maanta wadanka ka taliya in wax alla wax musuunta ay arina iyo wax oraaha iyo wax aqli in ummadan u hayo in aan jirin ba meesha ka soo baxay waxa weyn suldaanku waa oday dhaqameed asalkiisa weyn basan noqon de waxa weyn hadii ay ummadii ku milmeen oo waxa weyn mashaakil meesha ka dhacay haw yahay in dadkii la kala garan waayay siyaasigii iyo waxa weyn suldaankii daadar wadanka waa inagu celiya wax weyn maartay beelahi inagu celiya inaguna maanta wax weyn beelahi waxaan nahay maartay dad ka soo mudkaray oo wax weyn waqtigii beeruhu dehay wada ka tiriyay waqti ka mudkaray oo wax weyn doorashooyin ka qabqaabiyo oo hawlo ka galay oo tu deganiyo musunta ay tu parliamentary iyo tu madaxtooyo intaba ka galay inagu markaa xaqaan hananayno iyo xaqan maartay suudaan xiiri xalay oo kaali de waa ka fiikriyay taasi halka sa ku dhaafaya horta dadku way wareereen wadanka dowlad ba ka tirs suudaan xiiri iyo gudida odayaasha maanta baad Soomaaliland qoysigeey saaran yahay miiska maadaama odayaal la magacaabay siyaasiyiintu waxay ka helayeen iyo kuwan wax bartay tukurigan tagay girigan tagay arrinka salaadinta waan taageersanahay